مرة أخرى أنا بحيي الحقيقة مجلس إدارة النادي الأهلي وإدارته لموضوع جمهور النادي الأهلي. طيب هتقول لي هو ليه مجلس إدارة النادي الأهلي بيدير هذا الأمر بهذا الشكل؟ الحقيقة لأنه إحنا نعلم تماما، كلنا نعلم تماما يعني إيه جمهور النادي الأهلي. كلنا نعلم تماما يعني إيه أن جمهور النادي الأهلي يكون متواجد في استاد القاهرة، ده بالنسبة للعيبة إيه؟ كلنا نعلم هذا الأمر. تشرفت بالتواجد في الملعب وكان بيبقى استاد القاهرة ده مليان جمهور الأهلي. فأنا أقدر أقول لحضراتكم إن الجمهور ده بيعمل شكل مختلف، بيعمل حاجة مختلفة، بيعمل روح مختلفة. أيوة الجمهور ده أحلى حاجة في الدنيا، صدقوني. إحنا ما كناش عايشين الفترة اللي فاتت بخمسة وعشرة على دماغنا من فوق، ولكن بالفعل بالفعل احنا من غير الجمهور ولا لاعب الكره او الرياضي من غير الجمهور ولا حاجه. صدقوني الكلام اللي انا بقوله لكم ده بقوله لكم من قلبي. لكل الناس اللي بتسال، الجمهور هو الاساس في كل شيء. الجمهور وتشجيعه هو اللي بيخلي اللاعب وخصوصا لعيبه النادي الاهلي يخليهم يبقى يطلعوا اللي جواهم 200% مش 100% فقط. وبالتالي أنا الحقيقة بشكر مجلس إدارة النادي الأهلي وبقول لهم شكرا جزيلا على إدارتكم لهذا الموضوع. وعلى الجانب الآخر أنا بشكر سيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الحقيقة وكل القيادات الأمنية اللي أقرت هذا الأمر. والحقيقة هنفضل دايما كتف بكتف، هنفضل دايما كتف بكتف، الأمن مع النادي الأهلي مع الدولة كلنا كتف بكتف، زي ما كنا شايفين فعالية كتف بكتف كانت من أربع خمس أيام موجودة في استاد القاهرة. واستطاع الأمن المصري العظيم الحقيقة أن هو يطلع هذه الفعالية بهذا الشكل الرائع اللي كلنا كنا قاعدين بنتفرج عليه وإحنا متأثرين وإحنا مبسوطين وإحنا سعداء. فعشان كده هيظل دائما الكتف بكتف ده حاجة مهمة جدا جدا جدا. والقادم أفضل. أنا ليه مبسوط وليه سعيد وليه فخور؟ فخور ببلدي، فخور بناديه، فخور إن أنا عندي نادي يستطيع أن أو مجلس إدارة يستطيع أن يدير موقف زي ده، عندي وزارة الداخلية تستطيع إن هي تلبي احتياجات المواطن المصري في كل شبر في مصر، وتلبي احتياجات الأندية المصرية، الأندية الرياضية، وعلى رأسها النادي الأهلي. وبالمناسبة لو أندية أخرى هيبقى عندها كده برضو هنقول إن إحنا عايزين نشوف كل الجماهير موجودة في المدرجات، لأنه المدرجات بدون الجماهير لا تسوى أي شيء. كرة القدم بدون جماهير صفر صفر. إحنا الفترة اللي فاتت بنطلع من اليمين وبنجيب من الشمال وبنعمل كل حاجة، ولكن الناس هتعرف قيمة الجمهور ابتداء من يوم 1 ابريل. ابتداء من يوم 1 ابريل القادم كلنا كل الناس في العالم كله هيعرفوا قيمه جمهور النادي الاهلي. وبالمناسبه وعلى الجانب الاخر انا متاكد ان جمهور النادي الاهلي، انا بتكلم من دلوقتي وهفضل اقول هذا الكلام لغايه يوم 1 ابريل. انا متاكد 1000000% ان جمهور النادي الاهلي سيضرب بهذه المباراة مثلا كبيرا، ويقول للأمن ويقول للناس كلها احنا عايزين نزود كمان عن 50,000 ونوصل للـ100,000 لو الاستاد يشيل. ان شاء الله جمهور الأهلي هيبقى مثل كبير جدا جدا لكل الجماهير المصرية كالعادة. رايحين نشجع الأهلي، رايحين نقف مع لعبتنا، رايحين نقف مع قدرتنا، رايحين نقف مع بلدنا. قبل كل ده هنتعاون مع الأمن في كل شيء، كل حاجة هيعوزها الأمن هنعملها، لأن احنا رايحين نشجع مش رايحين عشان ننتقد فريق آخر. أنا ماليش أي علاقة، فريق الهلال يقول زي ما يقولوا يعملوا زي ما يعملوا، هم فريق شقيق وسيظل فريق كبير ومحترم مهما حصل مهما حصل. عشان كده من فضل حضراتكم خلينا نبقى إيد في إيد وكتف بكتف مع بعض خلال الفترة اللي جاية علشان نعلم الناس كلها ونقول للناس كلها ان جمهور النادي الاهلي هو اللي بيضرب المثل الاكبر في كل شيء جيد. ملناش علاقه مين بيعمل ايه، ملناش علاقه مين بيستفز مين، ملناش علاقه.
انا بشجع فريقي اللي عايزه يصل للدور اللي بعد كده، ملناش علاقه باي حاجه تانية. هو ده، وانا متاكد لان جمهور النادي الاهلي دايما دايما بيبقى عنده حق في كل حاجه.